موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض. أهلا بكم. بدأ مجلس النواب مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 في جلسته برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة. وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال برهم على مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2018 ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية 2018 كما ورد من مجلس النواب. طالب رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد مجلس الأمة بإعادة النظر بقانون العفو العام لسنة 2018 والتريث قبل إقراره بما يحقق العدالة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة خاصة في ظل التراجع الاقتصادي. أقرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد عدداً من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017. بحثت لجنة النظام والسلوك النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب عبد الله عبيدات الشكوى المقدمة من نقابة المهندسين بحق النائب محمد الرياضي، مؤكداً على حق النائب أو أي نائب آخر بممارسة دوره الرقابي بكافة القضايا الوطنية بموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. تبنى مجلس النواب بأغلبية أعضائه مذكرة نيابية أعادها النائب معتز أبو رمان تطالب رئيس الوزراء بتمديد مهلة إعفاء الغرامات والتي تنتهي غداً. وصف رئيس جمعية المصادرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح خلال مؤتمر صحفي السوق العراقية بأنها شريان مهم لتطور الصادرات الوطنية مثمناً توقيع 15 اتفاقية بين البلدين. ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 35 شخصاً من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 14 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. عاد منتخب النشامى إلى عمان استعداداً للتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في كأس آسيا 2019. وصولاً إلى الحالة الجوية المتوقعة وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تستمر الأجواء يوم غد باردة بوجه عام وغائمة جزئياً مع وجود فرصة خلال ساعات النهار لسقوط زخات من المطر خاصة في شمال المملكة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية. للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الدستور.com. نهاية الموجز، في أمان الله.